والضحى، أقسم الله بأول النهار، والليل إذا سجى، وأقسم بالليل إذا أظلم وسكن الناس فيه عن الحركة. ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك أيها الرسول ربك وما أبغضك، كما يقول المشركون لما فتر الوحي. وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من الدنيا لما فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك من الثواب الجزيل لك ولأمتك حتى ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك. ألم يجدك يتيما فآوى، لقد وجدك صغيرا قد مات عنك أبوك فجعل لك مأوى، حيث عطف عليك جدك عبد المطلب ثم عمك أبو طالب. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك من ذلك ما لم تكن تعلم. ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك فقيرا فأغناك. فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تسئ معاملة من فقد أباه في الصغر ولا تذله. وأما السائل فلا تنهر، ولا تزجر السائل المحتاج. وأما بنعمة ربك فحدث، واشكر نعم الله عليك وتحدث بها.